جايه لكم النهارده بتسريبه مهمه قوي 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 من كورس نعيم العلاقات، فطره الذكوره وفطره الانوثه. في الكورس ده جالي سؤال متكرر قوي: يا دكتور، ايه اهميه ان احنا نعرف درجه الذكوره والانوثه عندنا ايه؟ ايه اللي هنستفيد منه لما يحصل ده؟ ولما اوصل للدرجه دي اقدر اغيرها ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده باذن الرحمن الرحيم في حلقه جديده من برنامجكم ابن بيت سعيد مع دكتور أسماء سعيد. ايه الأهمية ان انا اعرف درجة الأنوثة عندي ايه؟ وايه الأهمية ان انا اعرف درجة الذكورة عندي ايه؟ في البداية خالص، ربنا خلقنا في الدنيا دي كل أنثى أو كل ذكر على الفطرة. يعني إيه الفطرة؟ الفطرة دي اللي هي زي ما يكون أنت مثلا عندك الموبايل، الموبايل ده جواه سوفت وير، أو الكمبيوتر جواه إيه؟ جواه سوفت وير، في حاجة موجودة جواه زي البرمجة، زي حاجة ربنا خلقنا بيها، دي أساسية وموجودة. ولو البني آدم عايش على الفطرة دي، والله والله ولا هيشوف ألم ولا هيشوف حزن ولا هيشوف غم ولا هيشوف اكتئاب ولا هيشوف اي حاجة خالص في الدنيا. كل اللي هيشوفه نعيم، يسر، سلام، راحة، اطمئنان، كل حاجة حلوة في الدنيا هيشوفها لما يكون على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. دي الفطرة الطبيعية. في خلال بقى سنين حياتنا ايه اللي بيحصل؟ الفطرة دي بتتلوث. بسبب ايه؟ بسبب مواقف بنتعرض لها، طبعا حاجات سلبيه، بسبب احداث، بسبب صدمات، بسبب كلمات. ممكن حد يفضل يقول لك كلمات كلمات كلمات، يخش جوه العقل تتبرمج وتصدقها وتعيش عليها وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل جوه. فلما بنعرف درجه الذكوره او درجه الانوثه ايه اللي بيحصل، ببقى عارفه انا واصله لمرحله ايه، بقدر ان انا اغيرها وارجع للاصل اللي ربنا فطرني عليه. والله لما نرجع للاصل ده زي ما قلت لكم مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الالم. الأهم من ده بقى إيه؟ الحتة اللي أنا هقولها دي دلوقتي مهمة جدا 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 جدا. مفيش حاجة في الكون اسمها صدفة، مفيش حاجة اسمها أن أنا أبقى قاعد وفجأة يجي لي 1,000,000 جنيه. مفيش حاجة اسمها صدفة أن أنا أبقى قاعدة وفجأة جوزي يقول لي كلام حلو ويحبني وياخدني ويفسحني ونسافر وننطلق. مفيش حاجة اسمها صدفة أن بنتي تسمع كلامي وتبقى هادية وجميلة، أو بنتي تبقى تعباني وقرفاني ومزهقاني ومطهقاني. اكتبوا الكلمة دي عندكم وركزوا فيها: أنت أو أنتي تجذب ما أنت عليه. درجة الأنوثة أو درجة الفطرة مثال 40%، 40% فطرة الأنوثة عندك. أقسم بالله ما هتعرفي تاخدي ال 40% من درجة ذكورة، استحالة تاخدي أكتر من كده. أنتي بتشدي اللي أنتي فيه عشان يبقى فيه التوازن، استحالة تاخدي ذكر 100% وأنتي عندك الأنوثة بتاعتك ضعيفة. عرفتوا ليه؟ لما أنتي بتكوني مثلا كويسة وحالتك كويسة وعايشة أنوثتك ويوي، بتلاقي جوزك نفس القصة بيديك اللي أنتي عايزاه. فجأة لما انت بتختلي بقى ويحصل عندك حاجات، هو برضو لازم بيختل ويازم يديك اللي انت جواه. القصة كلها ايه؟ لما انت بتكوني متوازنة بتاخدي شخص متوازن. طب لما انت بتكوني انثى متوازنة، الفلوس بتجيلك من غير اي جهد. طب لما انت بتكوني متوازنة وجميلة يعني انوثتك كلها وفطرتك كلها سليمة، بتاخدي من ولادك اللي انت عايزة بالظبط. فكل خلل في الدنيا احنا عايشينه، عايشين لان جوه السوفت وير او البرمجه اللي جوه بتاعه الفطره اختلت. فبتطلع بقى اضطرابات كتير قوي في حياتك، اضطرابات بقى مع جوزك، اضطرابات في الفلوس، اضطرابات في علاقتك مع الناس، ده بيحسدني، ده مش عارفه ايه، كل ده. الكورس بتاع نعيم العلاقات الذكوره والانوثه او الفطره بيرجعنا بقى للاصل. بنقعد شغالين لمده 2-3-4-5، انا بقول لهم فضوا نفسكم سنه كامله، اشتغلي اشتغلي اشتغلي، رجعي نفسك للفطره، رجعي نفسك للفطره، اشتغلي مع ربنا، عيشي وتفرجي جوزك هيبقى عامل معاكي ازاي، الناس كلها هتبقى عامله معاكي ازاي. بس كده لا، وكمان ولادك، الفلوس، كل حاجه في الكون هتتظبط لما انت من جوه ترجعي نفسك للفطره وللكينونه
اللي ربنا خلقك بيه. في علامة مهمة قوي قوي وخطيرة بتعرفك حتى من غير المقاييس اللي أنا حطها في الكورس درجة الأنوثة عندك إيه. أهم علامة بتثبت لك أو بتثبت لأي ذكر إن عنده خلل في الفطرة بتاعت الذكورة والأنوثة، ولما بيبقى فيه خلل ده طبعا اللي بيحصل، بيحصل اضطرابات كتير جدا جدا في الحياة، ألم بقى وزهق وخنقة وضيق وضيق رزق وحاجات كتير جدا. الأهم علامة دي هي التعلق، تعلق بالطرف الآخر، تعلق بفلوس، تعلق بدرجة وشهادة، تعلق بكلام حلو يقولهولي، تعلق بتقدير الناس، تعلق بصحاب. أي نوع من أنواع التعلق أعرف إن أنت عندك مشكلة خطيرة جواك في درجة الذكورة والأنوثة عندك. والله لو أنفقتي ما في الأرض جميعا من فلوس وكورسات وندوات ولبس وميك اب وكل اللي انت عايزة ده كله، مش هتعرفي توصلي لدرجة أنوثة كاملة، وجوزك أو الطرف الآخر أو المحيطين أو الدنيا كلها تشوفك أنثى بجد مهما تعملي، استحالة إلا لما تخشي جوه وتغيري السوفت وير وتغيري الفطرة اللي جوه وترجعيها تاني للأصل اللي ربنا فطرنا عليه. خطورة التعلق هنا إيه؟ الخطورة إن اللي إحنا متعلقين بيه ما بتاخديهوش مهما تعملي، لفي كده وروحي وتعالي واستحالة تاخدي اللي أنت متعلقة بيه، ولو خدتيه بتبقي متألمة. تاني، التعلق والألم هما الاتنين مع بعض كده أصحاب حبايب، استحالة تكوني مش متعلقة وتتألمي. ليه بقى؟ لأن اللي بيتعلق هو حطه ند مع ربنا، ويجعلون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تلاقي نفسك متعلقة بالفلوس وهتموتي على الفلوس، ناسية حاجة ناسوا الله فأنساهم أنفسهم، ناسية حاجة اسمها ربنا، مع إن أنا أبقى متعلقة بربنا واثقة إن هتيجي. لو أنا واثقة ورايقة وعايشة مع ربنا كده مستحيل أتعلق. ليه؟ التعلق عكس الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. أنا لو أنا واثقة في ربنا، واثقة إن جوزي هيبقى كويس، واثقة إن ولادي هيعملوا لي، واثقة في الفلوس، واثقة واثقة واثقة، استحالة يحصل لي جوه أي نوع من أنواع الألم. فالتعلق عكس الفطرة. فأكبر حاجة تثبت لك إن درجة الأنوثة عندك متدمرة وبايظة هو التعلق ده، 1% من الاضطرابات الكتير اللي أنا حطها في الكورس. فرسالتي إيه من الحلقة دي؟ رسالتي لو أنت عندك تعلق وعندك ألم، عندك مشاكل مع ولادك، عندك مشاكل في الفلوس، عندك مشاكل مع المحيطين، نفسك في هدف مش عارفة تحققيه، ضروري جدا ظبطي الأنوثة عندك وظبطي الفطرة اللي جواكي. الفطرة دي ما بتتظبطش إلا لما رجع النسخة الأصلية في للكون والدنيا كلها جوايا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش صدفة إن أنت تسمعي الكلام ده، ومش صدفة إن أنا عمالة أكرر في الكلام ده كل مرة. مفيش حاجة هتتغير في حياتك إلا لما تخشي جوا تغيري نفسك. غير نفسي إزاي؟ إن أنا رجع الفطرة بتاعت ربنا جوايا، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاي لكم النهاردة بهدية حلوة قوي. الكورس موجود، الكورس جواه 9 جلسات استرخاء، منهم جلسة فك التعلق. الكورس والله العظيم يغير شكل الحياة تماما. خديه طبقيه، عيشي فيه سنة كاملة وتفرجي حياتك كلها هتبقى عاملة ازاي. ممكن تبقى معلومات بسيطة لو خدتيها وتبنتيها وعشتي فيها واشتغلتي مع ربنا بجد، ده انت مش هترجعي نفسك بقى للفطرة، لا ده انت تقدري كمان بيكي انت لما الأنوثة بتاعتك تزداد وتبقى 90%، هوب هتلاقي نفسك الطرف الآخر رجع ل90%. فانت بتعالجي الطرف الآخر من غير ما هو يشعر. ليه؟ ان ربنا قالها لي. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لو انت اهتديتي وعشتي وظبطتي الفطرة اللي جواكي، هوب هتلاقي الميزان اتظبط وبقى يديكي. والله انا الكلام ده مش بقوله كلام، انا واثقة ان طاقة الكلام وصل لكم. انا بشوف ده في حياتي انا ومع العملاء معايا. لا انت تخيلي، انا في مسج بتجيلي انت مش متخيلين، بعتالي تقولي يا دكتور انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا اتحول للضد، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. قلت لها هو ده ربنا، وايه اللي ما تعرفيش اللي حصل؟ تخيلي انت لما تظبطي الفطره بتاعتك وتروحي لربنا بشكل مختلف، وتظبطي صوره ربنا جواكي، وتظبطي عليكم انفسكم، عليكم انفسكم، ايه اللي هيحصل؟ انت مش متخيله ان الكون كله هيترتب عشان يخدمك، لان انت من جواكي خلاص في اتصال، في كونكت مع ربنا. هي دي القصه، اللي بيتصل بربنا وشغال مع ربنا ويظبط فطرته
الكون كله يتحرك عشان يخدمك انتي، فانتي تقدري تعالجي الطرف الاخر لما انتي تظبطي قلوستك. مش هستنى لما هو يشوف وهو يسمع. في ناس بقى ممكن تسمع الحاله تقول ايه، يجي يشوف كده ويسمع الكلام. لا يا حبيبتي، يا جعبي خالص، عليكم انفسكم. عامله خصم في الكورس بتاع نعمل علاقات، خصم كبير جدا، تواصلوا مع الارقام النهارده تقريبا لمده 48 ساعه. وعاملين كمان خصم معاه على كورس من ظلمات النسيان الى نور الذكر. نور الذكر، نور ربنا لما يدخل حياه حد، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لن تتخيلوا، انت بتغيري شكل حياتك، مش باي حاجه ولا بمعلومات، بربنا رب الكون اللي بيغير الدنيا دي كلها، بيحول لك كل حاجه من ظلمات لنور بجد. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ودخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالخير. اعملوا لايك ومسابه شكر ليا، واعملوا شير للحلقه عشان توصل الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.